نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمرا شبابيا داخل المعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا. جاء ذلك تحت عنوان هنكمل المشوار صوتك أمانة، ذلك للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والاختيار الإيجابي ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية. أكد الحضور على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ذلك لدعم الاستقرار والتنمية واستكمال مرحلة التنمية والتطوير التي تشهدها مصر من 2014. المؤتمر النهارده مؤتمر شبابي لدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات القادمة. فإحنا بنوعي الشباب وبندعو الشباب للمشاركة في هذه الانتخابات لعدة أسباب. السبب الأول لأن لابد أن نرسل رسالة للعالم كله أن الشعب المصري بجميع فئاته بما فيهم الشباب طلعة المستقبل يقفون صفا واحدا خلف الرئيس. احنا النهاردة جايين ندعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية تانية، لان وبرضو بندعم فخامة الرئيس وبندعم الانتخابات، بندعم لازم نشجع كل فرد موجود ان هو ينزل يدي بصوته في صندوق الانتخابي، لان ده حق لكل مواطن. واحنا دلوقتي بنتكلم ان احنا كلنا بندعم فخامة الرئيس، ان يعني احنا شايفين احنا في عصر ذهبي للشباب وللمرأة، واكبر دليل ان احنا في العصر ذهبي للشباب نموذج تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. احنا كلنا شباب، كله كوادر، الشباب بياخد حقه دلوقتي. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن على مدار 10 سنوات شفنا ان هو قدر يحافظ على مصر قبل اي حاجة، شفنا ان هو قدر يحمي مصر قبل اي حاجة. النهاردة كان عندنا نماذج وكوادر مهمة جدا وشرفتنا النهاردة بوجودها. كلنا النهاردة في دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان احنا بندعم فعلا كل خطوة هو بياخدها. بنشكر طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة اللي هو ساهم فيها واللي فرقت فعلا في حياة كل أسرة في مصر كلها. ان شاء الله الفترة الجاية هنكون تحت امر مصر وتحت امر كل فعلا حد حابب يغير البلد ديت، واحنا كلنا بنقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا تحت امرك يا ريس، وان شاء الله هنكون معاك ودعم ليك في الانتخابات اللي جاية.